السلام المسيح لنا جميعا. خلونا نصلي في البداية. نشكرك يا رب، أنت الإله الذي دعوتنا وخلصتنا وغيرت حياتنا، وبدك يا رب تستخدمنا في العالم. نحن لسنا من العالم ولكننا في العالم، ولنا رسالة وإرسالية وسلوك وحياة لكي بحياتنا وبكلامنا نجتذب الآخرين إليك. وأنت بعملك يا رب أكيد بروحك القدوس تعطي توبة، تفتح القلب وتخلص، أنت تخلص، ولكنك تريد أن تستخدمنا كسفراء عنك، كممثلين لك، كنزلاء وغرباء في الأرض، ولكن لنا رسالة. شكرا إليك يا رب، ساعدنا في ذلك. بدون قدرتك، بدون عمل روحك، بدون عمل الكلمة فينا وفي تنقيتنا وتقديسنا لن يحدث أي شيء. ولكن نشكرك لأنك أعطيتنا السلوك الحسن والأعمال الحسنة لكي نسلك فيها، لكي أنت تتمجد، وكل المجد كما دوما يعود إليك أيها الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد، آمين. اليوم راح ناخد بريك شوي، فرصة عن متابعة قصة الكتاب المقدس. راح نترك شاول وداود، وراح لما نرجع ممكن خلال أسبوع أسبوعين بنكمل. نقف أمام أمور حزينة ساعتها، موت شاول ويوناثان وغيرهم، وبداية ملك داود الفعلي. بس اليوم رح ننظر إلى هيك شوي رسالتنا، إلى هويتنا في العالم، إلى المقام اللي الله أعطانا إياه، امتياز عظيم طبعا، ولكن مرتبط منوط بمسؤولية عظيمة أيضا. فرح نقرأ من رسالة بطرس الأولى والإصحاح الثاني والأعداد 9 إلى 12. رح بيكون تركيزنا هناك، ولكن رح نشوف طبعا السياق الأوسع كما دائما. وأما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. آمين. يبارك لنا الرب تأملنا في كلمته الحية في هذه الفترة. فرسالة بطرس الأولى بسرعة هيك نحكي مقدمة، إنه مكتوبة في وسط القرن، في وسط العقد السابع ميلادي، يعني بين سنة 63 64 65 هيك شيء. كان الأمبراطور نيرون هو الحاكم في كل الأمبراطورية الرومانية طبعا بما فيها فلسطين. وبعد كم سنة بس، رح يجي اضطهاد كبير، ورح يقوم نيرون بالاضطهاد الكبير، وآلاف من المؤمنين رح بيموتوا، رح يقتلوا، رح يعدموا، ومنهم بطرس نفسه. فعم بيكتب في وسط هذا الحكم، في وسط هذا العالم، عم بيكتب إلى المؤمنين الموزعين في العالم، وعم بيكتب بشكل خاص
حتى يأكد على أمور عظيمة جدا، حتى المؤمن يتشجع أن يتألم ويقبل الاضطهاد وهو يقوم برسالته وبشهادته في العالم، ويكون هذا كله يعود لمجد الله. فهي الفكرة بشكل عام من رسالة بطرس الأولى والثانية بالحقيقة أكيد. فمشان هيك في البداية بيحكي إلى المتغربين، يعني الموزعين المشتتين، هدول المؤمنين بشكل عام. مرات هذه الكلمة إذا كانت في العهد القديم تستخدم عن الشعب المحدد المعين في العهد القديم، بس هنا عم بيتكلم مع الكنيسة، مع المؤمنين في العهد الجديد اللي هم أيضا متغربين مشتتين في الأرض. هون بيعدد بنطس وغلاطية وكبادوكية وأسية وبيثينية، يعني هذه كل المناطق هي موجودة في تركيا اليوم، في آسيا الصغرى في هذيك الأيام. بيقول هم هدول المختارين، هدول المقدسين، هدول المرشوش عليهم دم المسيح، يعني المخلصين بدمه. وبعدين بيقول احنا المؤمنين اللي ولدنا الولادة الثانية، وهذه الولادة الثانية احنا ولدنا لها وصار عندنا الرجاء الحي، رجاء الحي، والميراث الذي ينتظرنا لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماويات لأجلنا. وبنفس الوقت احنا محروسين، يعني مبقى علينا، يعني الله سهران علينا ورح يحافظ على خلاصنا ورح يأكد لنا الخلاص الأبدي عندما تنتهي حياتنا الوقتية هنا على الأرض. فبعيد عدة مرات هي مسألة المتغربين، مثلا بالعدد 17 كمان من بعد ما دعانا إلى حياة القداسة بيقول فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. وهكذا. ولا بنيجي للإصحاح الثاني لما بيقدم إلنا صورتين، واحدة هي الكلمة هي مثل اللبن، هي مثل الغذاء لنا، فبدنا نتغذى وبدنا ننمو فيها لأنه إحنا تذوقنا أن الرب صالح. بعدين بحط أمامنا صورة المبنى، والحجر الأساس الحي هو يسوع المسيح، وإحنا حجارة حية عم ينبني هذا البيت الروحي بها. ومثل ما قال المسيح بالضبط، أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فالباني والأساس واللي وضع الأساس هو المسيح، رأس الكنيسة هو المسيح، وإحنا حجارة حية لأنه أحيانا كنا أموات في الخطايا والذنوب، أحيانا في المسيح وصرنا حجارة حية في بيت روحي حي، وصرنا كهنوت مقدس. كل المؤمنين كهنوت المؤمنين بيتكلم، وعم بنقدم ذبايحنا الروحية المقبولة عند الله، بيقول بيسوع المسيح. وهلأ بيجي للعدد التاسع اللي بدأنا القراءة منه في الإصحاح الثاني، بيبدأ يحكي لنا عن هويتنا الجديدة. بس هاي الهوية الجديدة مش مؤقتة مثل مسألة الغرباء والنزلاء اللي رح نجي إلها هلأ بعد شوي. يعني قسمين اليوم، قسم هويتنا الجديدة الدائمية، والثاني هو هويتنا الجديدة الوقتية. فالدائمية أما أنتم فجنس مختار، روح لاحظ رح بيبلش يعدد أمور عظيمة جدا عن هويتنا في المسيح. جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. يعني هاي الكلمات كلها عم بتذكرنا بشيء، لأنه الله من البداية شو عم بيعمل؟ عم بياخذ لنفسه شعب، عم بيأسس ملكوته ملكه على الإنسان، عم بياخذ لنفسه شعب، عم بيدعو الإنسان إليه وعم بياخده لنفسه وعم بيحكي له أنت شعبي وأنا ملكك، أنا إلهك.
هذا الشيء من البداية بنشوفه، إنه الله عم بيعمل هذا الشيء من البداية في العهد القديم والعهد الجديد، بتتبلور وبتتوضح الأمور أكثر، وفي عنا الشعب الجديد اللي مكون من كل الأمم. مش معناته في العهد القديم مش مكون من الأمم، ولكن كان مكون من شعب معين عم بيدعو الأمم إليه، وكثير مرات عم بيجوا ناس من الأمم إليه. طبعا هذا كله بفعل نعمة ورحمة الله. بس هذه كلمات بتذكرنا بمثلا أشعياء، سوري، أول شيء خروج 19، خروج 19 بعد ما الله يخرج الشعب من مصر وبيجيبهم على جبل سيناء وبده يعطيهم التشريع والشريعة حتى يعرفوا كيف يعيشوا، من هو هذا الإله الذي دعاهم وكيف يسلكون أمامه، وشو الهوية اللي أعطاهم إياها إذا بدهم يكونوا شعبه، شو هي. فبيقول وأنتم، بعد ما يقول جئت بكم إلي وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. لاحظ الكلمات عم تتكرر هنا في بطرس الأولى بمقاطع كثيرة، بس أنا بدي أكتفي باثنين. بدي أجيبنا أيضا إلى أشعياء 43، نشوف نفس الفكرة عم تتكرر، طبعا عم تتكرر كثيرا وبشكل مكرر، بس هنا أيضا بنشوف بأشعياء 43 الأعداد 20 و21، من بعد ما بيحكي لهم أنتوا شهودي، أنتوا اللي أنا اخترتكم وأنا الرب وما في غيري مخلص إلى آخره. فهلأ 20 و21، أشعياء 43 20، لأني جعلت أوكي لأسقي شعبي مختاري، بيقول عم بيذكرهم يعني لما أخذهم في البرية 40 سنة كيف اعتنى فيهم، هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. رح نشوف أنه في صدى هون لهذه الكلمات. فإذن أول شيء جنس مختار، بس بدنا ننتبه هون، الله ما عنده محابات وما عنده تمييز. صحيح عم بيسميهم، عم بيسمي المؤمنين في العهد الجديد وكمان هيك سماهم في العهد القديم جنس مختار، بس هذا الجنس مكون من جميع الأجناس. هذا الشيء العظيم، الحقيقة العظيمة، إنه صحيح هذا عم بيتوحد كأنه جنس واحد، بس هذا الجنس المختار هو مكون من جميع الأجناس، والله هو الذي يدعو والذي يختار والذي يجلب إلى نفسه حتى يسميهم هيك، حتى يسمينا نحن هيك. إحنا جنس مختار، هذه هويتنا، الله اختارنا وصرنا إله، كأنه جنس خاص، بس إحنا مش جنس خاص، مكونين من جميع الأجناس على الأرض وكل الأعراق، ما في تمييز عند الله، بس مع بعض منتوحد ومنصير واحد إله. وكهنوت ملوكي، كمان بنرجع إلى، برجعنا إلى مثل ما قرأنا الآن في خروج 19، كهنوت ملوكي، بس هذا الكهنوت مش مثل كهنوت العهد القديم، مع أنه أيضا بالعهد القديم بيقول له للشعب كله أنتوا كهنة بتكونوا إلي، بس كمان كان في تخصيص لسبط معين، هو سبط لاوي، أنه هو اللي بيكون بيجي منه الكهنة وبيقوموا بمهام الكهنوت، وهم اللي رح بيمثلوا الشعب أمام الله، واللي رح بيقدموا الذبائح أمام الله، واللي رح بيرفعوا الصلوات عن الشعب أمام الله. بس بالعهد الجديد اختلف الموضوع، كلنا كهنوت، ومش كهنوت عادي، كهنوت ملوكي، لأنه إحنا تابعين لملك الملوك المسيح الملك، ملك المجد، دعانا إليه وعملنا ملوك وكهنة، مثل ما بيحكي لنا في سفر الرؤيا والإصحاح الأول، إنه جعلنا ملوك وكهنة له. فإحنا كهنوت، بس هذا كهنوت بيشمل جميع المؤمنين. وعلى فكرة دايما في الله عم بيعمل حتى يضيف ناس على هذا الجنس المختار، حتى يضيف ناس على هذا الكهنوت الملوكي، مش إنه في عدد معين وخلاص،
والباقي يلا. لا بعدنا، ما دام التاريخ بعده ماشي، ما دام الإنسان بعده موجود، ما دام يعني الله عم بيعمل، يعني المسيح عم بيخلص، يعني الروح القدس عم بيبكت، يعني الكنيسة عندها دور أن تخبر العالم وتنشر الإنجيل وتعيش حياة القداسة. أنتم جنس مختار، كهنوت ملوكي، إحنا عم بنمارس كهنوتنا، عم بنصلي من أجل العالم، عم بنصلي من أجل بعضنا البعض، عم بنجيب العالم ونضعه أمام عرش النعمة، عم بنقدم الذبائح، بس مش الذبائح الحيوانية، كلها انتهت في ذبيحة المسيح الكاملة، مش هيك؟ وما فيش ذبائح اليوم، في ذبائح روحية، في تسبيح، في أعمال حسنة، في إعالة الآخرين، في أعمال الرحمة، في أعمال المحبة والمسامحة، في عالم غير أو لا يعيش بحسب ذلك، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة كمان. هذه الأمة المقدسة مكونة من ناس من جميع الأمم، نفس الفكرة صحيح. بالعهد القديم يمكن ما كان واضح كثير هذا الشيء، بس كان واضح، كان واضح، لأنه البركة حكى له لإبراهيم بدها تيجي لجميع شعوب الأرض. وبنشوف حتى لما الله عم بيتعامل، عم بيتعامل مع الجميع ولكن بواسطة شعبه، واليوم الله عم بيتعامل مع الجميع ولكن بواسطة كنيسته. فهي الأمة المقدسة اللي الله قدسها إليه هي مكونة من جميع الأمم، هذا الشيء العجيب، جنس مكون من جميع الأجناس، كهنوت بس مش خاص، يضم جميع المؤمنين، وكل اللي بيصيروا مؤمنين بيصيروا كهنة وملوك له. وأمة مكونة من جميع الشعوب، من جميع الأمم، الله ما عنده محاباة وتمييز، ما في مسألة عرق خاص الله بس بيتعامل معه، الله هو إله الجميع، جميع الشعوب، ويدعو الجميع إليه. وهي الأمة المقدسة مكونة من جميع الأمم، لأنه بيتوحدوا، ما بيعود في هذه الفروقات، أنا هيك وأنا هيك وأنت هيك وأنت هيك، وهذه لغتك وهذه لغتي، وهذه خلفيتي وهذه خلفيتك، وهذه جغرافيتي وهذه جغرافيتك، كلنا بنصير شعب واحد، أمة واحدة مكونة من جميع الخلفيات والأمم. شيء عجيب، شيء عظيم جدا، شو هالمحبة العظيمة، شو هالحكمة العظيمة. بيكمل شعب اقتناء، كمان مرة شعب واحد ولكنه مكون من جميع الشعوب، بس هذا الشعب مقتنى، يعني مدفوع ثمنه، يعني مفتدى، يعني مكتسب لمن؟ لله، للمسيح. شعب مقتنى، شعب اقتناء، مين اللي بيملكه؟ شعب ممتلك، يعني مين اللي بيملكه؟ الله بيملكه، المسيح بيملكه، بس هذا شعب واحد موحد في المسيح، بس مكون من جميع شعوب الأرض. فهي هويتنا الجديدة، وهي بس هي الهوية الجديدة هي دائمية أبدية، مش يوم الأيام رح تنتهي، مش يوم الأيام رح يطلعنا برا، مش يوم الأيام ما رح نفقد رسالتنا ومسؤوليتنا ككهنة، مش يوم الأيام ما رح بنعود جزء من هذه الأمة المقدسة أو هذا الشعب المقتنى، شعب اقتناء، شعب اقتناء. هذا بيرجعنا طبعا للإصحاح الأول في بطرس الأولى، شنو، كيف الله اقتنانا، شنو هو، ما هو الثمن المدفوع فينا. حكام افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، يعني احنا مش خلاص بسبب الخطية، بسبب الطبيعة الخاطئة اللي فينا، خلاص ما في إلنا، خلاص ما في إلنا رحمة، لا لا، في فداء، في اقتناء لنا، في امتلاك لنا من قبل الله عندما نحن نتوب ونعود إليه، وهو الذي يدعونا وهو الذي يفتح قلوبنا وبيعمل هذا الشيء فينا، كل المجد له. بس احنا مش يعني علقانين في مسألة الطبيعة الساقطة وخلاص ما في إلنا منفذ، ما في إلنا فداء، لا، مش يعني شرط نبقى في سيرتنا الباطلة اللي قلدناها من الآباء، يعني من اللي سبقونا، الطبيعة الساقطة
أخذناها كمان إحنا ابتداء من آدم وجر، وإحنا مش يعني لازم نبقى في هذه التصرفات وفي هذا السلوك وفي هذه السيرة الباطلة بعيدين عن الله، لا، في ثمن دفع فينا حتى يكون إلنا المجال إنه نتوب ونرجع ونتحرر من هذه السيرة الباطلة، بل بدم كريم، ما اشترينا بثمن هيك يعني وقتي ويفنى، لا، اشترينا بثمن بدم كريم، يعني دم الله بمعنى آخر. يعني شو يعني دم الله؟ يعني المسيح الذي هو الله، الذي هو الابن الأزلي الموجود مع الآب والروح القدس، في يوم الأيام تجسد في جسد بشري، بينزف، بيتوجع، بيبكي، بجوع، كان يسلك في هذه الأرض في جسد بشريتنا ولكن بلا خطية، وبعدين قدم دمه، قدم نفسه ذبيحة، قدم نفسه قربان عن خطايانا، بدم كريم نحن افتدينا، دم المسيح، الله المتجسد، الله الإنسان، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. هذا الحمل بيقول عنه: كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح، مثل ما كان الحمل في ذبيحة الفصح وفي الذبائح بشكل عام لازم يكون بلا عيب عندما يقدم، بس خاصة عم نتكلم عن ذبيحة الفصح، بيجي المسيح بيصير هو فصحنا، هو هذا الحمل، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وهذا معروف سابقا قبل تأسيس العالم. هذا الشيء موضوع، هذه خطة أزلية، هذه خطة خلاص أزلية موضوعة من قبل الله قبل حتى أن يخلق الإنسان، قبل أن يخلق أي شيء هو عارف هذا الشيء مسبقا، لأنه بيعلم كل الأمور، هو العليم، هو كلي المعرفة، عارف النهاية من البداية، هو واضع خطة خلاص لنا. ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طيب بنرجع، فهذا الثمن المدفوع فينا، إحنا شعب اقتناء، اقتنينا بهذا الثمن، دفع فينا هذا الثمن، امتلكنا الله بواسطة هذا الثمن المدفوع فينا، وكل من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. هاي محبة الله عمومية على الجميع، بس اللي بيتجاوب مع دعوته ولما بيفتح قلبه وتبكية الروح القدس، هذا هو الذي بيصير هذه هويته، جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء من جميع شعوب الأرض. هلأ بيحكي لنا الهدف، عندنا هوية بس مش مشان بس يعني نتمتع فيها أو نستكبر أو شوي هيك نقعد نفتخر إنه يابا إحنا هيك، لا، أكيد الفخر كله يعود للمسيح وعمله، حتى عملنا هيك، حتى أعطانا هذه الهوية الجديدة، بس شو الهدف، شو القصد من الهوية هذه، شو القصد من أنه إحنا نكون جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء مكون من جميع شعوب الأرض، حتى نخبر، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، حتى نخبر، حتى ما نسكت، حتى نعيش الحياة اللي بده يانا نعيشها، حتى نحكي الكلام اللي بده يانا نحكيه، حتى نكون سفراء عنه، حتى نكون ممثلين حقيقيين عنه، وننادي تصالحوا من الله، أعطانا خدمة المصالحة، شيك كورنثوس الثانية 5 في المقطع من 16 إلى 20، والعدد 17 بيقول كل واحد في المسيح هو شو؟ هو خليقة جديدة، هذه هوية، هذه الخليقة الجديدة، ليش؟ حتى نكون بمثابة سفراء عنه، ننادي تصالحوا مع الله، لأنه الذي لم يعرف خطية صار خطية من أجلنا. شيء عجيب طبعا هذا الخلاص وهذا الإله. فبدنا نخبر، نخبر بفضائله،
بصفاته الحسنة، بمحبته، بنعمته، برحمته. بدنا نخبر عنه، إحنا موجودين هون حتى نعلن، إحنا استعلان. شوف شو بيقول هذا الرسول بطرس، مش هيك؟ شوف بولس شو بيقول في تيموثاوس الأولى، بيقول هو وإحنا بالتالي استعراض. المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت، ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات، مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. صار رسول بولس عم يحكي عن نفسه أنه هو أول الخطاة، هو صار استعراض، صار مثال عن هذه الرحمة العظيمة، عن هذه النعمة، عن فضائل هذا الإله اللي دعاه من الظلمة إلى نوره العجيب، اللي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. إحنا بده يخلينا مثال، بده يستعرضنا كشيء يظهر، كتحفة تظهر نوره العجيب، فضائله، عظمته، محبته، قدرته، خلاصه العجيب. فشو إحنا دورنا وإحنا عدنا هذه الهوية الجديدة؟ عم بنعلن، عم بنصلي من أجل العالم، وعم بنعلن أمام العالم، وعم بنخبر مش بس بالكلام طبعا، القصد عم بنخبر لأنه حكالنا من شوي، مش هيك؟ نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أيضا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وهذا طبعا اقتباس أيضا من العهد القديم. لاحظ اتساق الكتاب المقدس، قصة الكتاب المقدس هي واحدة، كلها بتصب هنا في المسيح. بس حتى نخبر بفضائله، حتى نخبر عن نعمته ومحبته، هذا اللي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. طبعا الشيء رمزي بس حقيقي، الظلمة هو مكان اللي الإنسان ما بيشوف فيه، عم بيعمل أشياء غلط، مش شايف، مش داري، مش مبكت. طبعا عنده الضمير ومصنوع في صورة الله وبيقدر يميز، بس كثير مرات ما عم بيميز، أو مصر أن يستمر في السلوك في الظلمة. بس بيجي الله وهيك بيستوقفه، بيجي الله بالروح القدس وبيبكته، بيجي الله هيك وبياخده إله وبيحوله من مملكة إلى مملكة، بيحوله من بيئة إلى بيئة جديدة، بيعطي له هذه الهوية الجديدة في هذه البيئة الجديدة، بيدعو إليه. كنت في الظلمة، هلأ صرت تسلكون في هذا النور العجيب، وأكيد بدكم تخبروا عنه. هذا الشيء بيحكي نفسه المسيح طبعا لما عم بيقول أنه أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يعني ما بيعود هذا المؤمن مرتاح في الظلمة، صار في بيئته الجديدة هناك مرتاح، في النور، في القداسة، في الطاعة، في تمجيد الله. الذين قبلا، هل عم بذكرنا كمان مرة شو كنا؟ لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله، هذا الشعب المكون من جميع الشعوب. قبل هيك احنا ما كنا من هذا الشعب، كنا صح من شعوب الأرض، بس هلأ صرنا من هذا الشعب المكون من جميع الشعوب. الذين كنتم غير مرحومين، ما كنا مختبرين رحمة الله في الخلاص، في الفداء، أما الآن فمرحومون. على فكرة نفس الشيء بيحكيه في العهد القديم في سفر هوشع، ما عندنا وقت نذهب هناك، بس ممكن اطلعها في سفر هوشع 1:10 و2:23، بيحكي هناك نفس الكلام، بس هناك في سياق آخر، إنه الشعب هذا ذهب وراء آلهة أخرى، ومع هذا وكله، مع كل خطايا الكثيرة جدا والشنيعة جدا، في مجال يرجع ويكون شعب الله، في مجال يرجع ويتوب ويرحم. نفس الشيء هون، العالم كله في الظلمة، العالم كله واقع تحت غضب الله بسبب الخطيئة، ولكن في مجال
أن يصير من شعب الله في مجال أن يرحم. وعم بيصير هذا الشيء باستمرار، مش إنه خلص القرن الأول هيك صار والباقي خلاص، لا ماشي يوم بعد يوم بعد يوم كنيسته ماشية، والمسيح عم بيبني كنيسته وعم بيزيد عليها حجارة حية، وهذه الحجارة الحية هذه هويتها وهذه مسؤوليتها وهذا امتيازها. وهلأ بدعوتهم للآخرين عم بيجوا ناس يرحموا، عم بيجوا ناس ينضموا إلى هذا الشعب المكون من جميع الشعوب. وبيكمل 11 و12، أيها الأحباء، هاي المسيح حكى ما رح أسميكم عبيد رح أسميكم أحباء، أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. هذه هويتنا الوقتية، كمان هوية جديدة، هوية جديدة الباقية الدائمية تكلمنا عنها. هلأ بدنا نشوف هويتنا الجديدة ولكنها وقتية، طالما نحن على الأرض هذه هويتنا الوقتية الجديدة، إحنا غرباء ونزلاء في الأرض. يعني شو؟ يعني نحن في العالم ولسنا من العالم، مثل ما بيحكي المسيح في صلاته الشفاعية في يوحنا 17، مثل ما المسيح هو نفسه لما بيجي على العالم هو مش من هذا العالم، ولما بياخذنا إله بنصير هناك وطنيتنا الحقيقية، بتصير مواطنيتنا وطنيتنا هي سماوية، مثل ما بيحكي لنا في فيليبي 23، أما وطنيتنا نحن فهي في السماويات. يعني شو؟ يعني شو؟ نحن انتمائنا الحقيقي مش هون، هاي الفكرة، احنا هون غرباء ونزلاء. نفس الشيء حكى عن مؤمني العهد القديم، وبالأخص مثال الإيمان الكبير اللي هو إبراهيم، مش هيك بيحكي عنه في عبرانيين 11، وبيحكي لنا أنه هناك احنا المؤمنين كلنا شو مثل إبراهيم، نزلاء وغرباء. يعني مش هون وطنيتنا الحقيقية، احنا عايشين هون وبدنا نخدم هذه الخدمة هون، واحنا سفراء عن السماء هون، وعدنا خدمة المصالحة هنا طالما نحن أحياء على الأرض، بس هاي هويتنا طالما نحن على الأرض، احنا مش من هون، صرنا من مكان آخر، إلنا مدينة باقية، إلنا مكان أفضل مع يسوع اللي راح وجهز إلنا المكان ورح يجي وياخدنا إليه، وهيك رح بنكون معه إلى الأبد. فوطنيتنا الحقيقية هناك، وهون شو عم نعمل؟ عم نمثل ملكوت الله بكلامنا، بتصرفاتنا، بعلاقاتنا، بأولوياتنا، بكل شيء في حياتنا، إحنا عم نمثل الملكوت. فبنرتب كل شيء بحيث أنه نعكس قيم ومبادئ وحياة وبر الملكوت المسيح. يعني المسيح احنا ممثلين عن المسيح وملكوته، هو هذا ملك المجد. فهنا نحن غرباء ونزلاء. هلا في ناس يعني فعلا هم هيك على الارض حتى بدون المسيح، يعني فعلا هم لاجئين او مطرودين او متألمين او ما عندهم بيت، ما عندهم وطن، ما عندهم مكان، بسبب الحروب، بسبب قساوة قلب الإنسان إلى آخره. بس إحنا هيك لازم نعيش، إحنا هذه هويتنا الحقيقية. هم اللي عايشين هيك لا، بس ما بدهم يبقوا هيك، بدهم يعني مكان يروحوا ويستقروا فيه، يكون لهم يعني بيت على الأرض. وهذا الشيء مش غلط، كلنا عندنا بيوت على الأرض، نفهم هذا الشيء، بس كيف بنعيش؟ نعيش كأنه ما عندنا بيوت، كأنه ما عندنا وطن حقيقي هنا على الأرض، لأنه عندنا وطن هناك. هذا مش معناته أنه إحنا راسنا بالغيوم، مثل ما في بعض الناس هيك بيستهزوا ويحبوا هذا راسه بالغيم، هذا فكره دايما هناك فما بيهتم بأمور الأرض. بالعكس تماما، بالعكس، إذا إحنا راسنا هناك وأولوياتنا هناك وهويتنا الحقيقية هناك، وإحنا فهمانين هذا الشيء، بصير نفهم دورنا هنا على الأرض، بصير نعرف نحب بمحبة السماء، ونسامح بمسامحة السماء، ونرحم برحمة السماء، ونحمل رسالة السماء إلى الآخرين، إذا بنفهم هويتنا. فهلأ
إذا ما دام إحنا غرباء ونزلاء في الأرض وهويتنا هناك، معناتها كيف بدنا نعيش؟ بدنا نعيش بحسب هناك، أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. إحنا في حرب روحية ما فيها هدنة، ما في وقف إطلاق نار، مستمرة مستمرة مستمرة. عم نحارب شو؟ مش عم نحارب البشر، عم نحارب الخطية، عم نحارب الشر فينا أولا وحوالينا، بس مش بسلاح حقيقي. لا، احنا ما في نجبر ناس يعملوا أي شيء، بس بحياتنا وبكلامنا، كيف بنعيش وبشو بنتكلم، ما هي قيمنا ومبادئنا وتصرفاتنا، وشو رح يظهر منا إنه إحنا عم نمتنع عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. إنه إحنا مش مرتاحين مثل ما حكينا في الظلمة، إحنا مش مرتاحين في أعمال الظلمة، إحنا افتدينا من هذه الأمور، مش كاملين أكيد، بس في تقدم في مسألة التقديس، في نمو في حياتنا الروحية، في حياة الإيمان والتلمذة، درب التلمذة الصعب ماشيين فيه، مش عم نتطلع لورا، مش عم نروح يمين وشمال، ماشيين فيه مركزين على قائدنا رئيس ونكمل إيماننا يسوع المسيح، وإحنا شهود له. والشاهد على فكرة حتى مستعد أن يكون شهيد إذا طلب منه ذلك. الشاهد يشهد ويخبر، ولكنه أيضا مستعد أن يضع نفسه من أجل الإنجيل كما المسيح وضع نفسه من أجلنا. وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، يعني سيرتنا طبعا الأمم، ما إحنا كمان أمة مكونين من جميع الأمم، فهون لما بيقول الأمم يعني يقصد غير المؤمنين، إحنا في عالم موجودين في وسط غير المؤمنين، وهيك لازم يكون. ما في مسألة انعزال، يعني لما بقول أنتوا كهنوت ملوكي مش معناتها بتروحوا بتنعزلوا وبتعملوا أمور معينة في انعزال وخلاص، لا، إحنا في الأرض وبين الناس ومحاطين بغير المؤمنين، وإحنا المؤمنين عندنا رسالة وعندنا سلوك. وبيكمل لكي يكونوا لعلهم يعطوا التوبة، لعل الله يفتح قلوبهم، لعلهم يرجعون ويأتون إلى 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 راعي وأسقف نفوسهم الحقيقي، مش هيك؟ يسوع المسيح. يمجدون الله في يوم لكي يكونوا لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، لأنه هم مرتاحين في الشر وعم بيعملوا شر، فمش عاجبهم أنتوا حياتكم، يمكن لأنه حياتكم عم بتبكت حياتهم، مش لأنه إحنا مستكبرين وشايفين أنفسنا عليهم، لا، إحنا في الطاعة وفي الأمانة وفي القداسة. هذا الشيء لازم يظهر، لازم يظهر في بيوتنا، في جيرتنا، في مجتمعاتنا، في مدائننا، في 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 بلادنا، في أرضنا. هذا دور الكنيسة أحبائي، مش هيك؟ بس الإنسان غير المؤمن بعده عم بيعمل الشر ومش داري ومش منتبه لنفسه، بعده في حالة تمرد على الله، وبعده ما قبل هذا الخلاص، بعده ما تاب واعترف بالمسيح وآمن وأخذ هذا الخلاص الأبدي وبلشت حياته تتغير، وأخذ هذا الرجاء الحي اللي أيضا بيتكلم عنه الرسول بطرس هنا. فإذا مع أنه عم بيفتروا علينا كونهم فاعلي شر، ممكن شو؟ ممكن يتغير الوضع. بيقول يمجدون الله في يوم الافتقاد. أعتقد يوم الافتقاد، خلينا نقرأ أعمال 15-14 لأنه نقدر نربطها معها في سياق مماثل وتعليم مماثل. تعرف أعمال الرسل بسرعة، هو المجمع الكنسي الأول في أورشليم، واللي عم بيتكلم الآن هو يعقوب، وبيقول أيها الرجال الإخوة في 15-13 أول شيء، اسمعوني، سمعان قد أخبر، هذا عدد 14، كيف افتقد الله، افتقد يوم الافتقاد هناك، كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. وبيحكي إنه هيك الأنبياء حكوا، فعم بيصير تتميم لنبوءات لكلام العهد القديم في المسيح، إنه الأمم رح يجوا. كان في العهد القديم الأمم مدعوين كمان أكيد،
بس هلأ صار واضح تماما، بلورت العملية، صار يعني زي نور الشمس واضح مسألة أنه المسيح هو لجميع الأمم. وهم لما بيشوفوا هذا الشيء مثل ما قال المسيح في متى 5:16 مش هيك، ليضوا نوركم هكذا قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هون عم بيحكي نفس الشيء، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد. هو هذا يوم الافتقاد مثل ما بيحكي لنا المسيح في لوقا 21 أعتقد، لما بيكون عم بيحزن وعم بيبكي على أورشليم اللي ما عرفت يوم افتقادها أو يوم زيارتها. الافتقاد هو الزيارة، هو الزيارة الإلهية، عندما تربط كلمة الافتقاد اللي معناها الحرفي المناظرة أو النظر إلى أو انتباه إلى أمور معينة، عندما تربط بالله نفسه معناتها زيارة افتقادية. طبعا ممكن تكون للرحمة أو ممكن تكون للدينونة، بس هنا للرحمة، لأنه عم بيجوا ويمجدوا الله في يوم الافتقاد، في اليوم اللي الله بيفتقدهم فيه، وإحنا بعدنا ما زلنا في يوم في 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 زمن النعمة ويوم الافتقاد. الله عم بيفتقد الناس، عم بيجي إلهم ويفتح قلوبهم ويدعوهم إليه. وإحنا لما عم نعمل هذا الشيء الله عم يستخدمنا كسفراء عنه. لاحظ، الله هو الذي يعمل، روح القدوس الذي يبكت، هو الذي يعطي توبة، هو الذي يفتح القلب، ولكن في نفس الوقت الله يستخدمنا، عيننا سفراء. هيك عم بيحكي لنا، أنتوا خبروا، أنتوا هيك عيشوا، أنتوا كلموا البشر، خلي سيرتكم حسنة وخلي أعمالكم الحسنة تظهر ويلاحظوها، وأنا رح أفتقد الناس من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. أوكي، خلينا نلخص بالتطبيق. الله عم يعمل هذا الشيء في كل التاريخ، وعم بياخد لنفسه شعب، وعم بيأسس ملكوته، وعم بيبني كنيسته، وإحنا هون غرباء ونزلاء في الأرض، ولكن في طريقنا إلى المدينة الباقية، إلى الملكوت الباقي. في يوم الأيام رح نقوم في أجساد ممجدة، وهكذا نكون معه إلى الأبد. ولكن ونحن في طريقنا إلى هناك، نحن شهود، نحن سفراء، منخبر عن خلاص العجيب والمجيد، ومنتألم من أجله. بيقول إنه لما بعد ما تتألموا يسيرا شوي، هاي شوي يعني زمن غربتنا هنا في الأرض، نتألم من أجله، نقبل الاضطهاد من أجله، حتى نستعرض نعمته ورحمته ومحبته وخلاصه أمام الجميع، وبنسلك في سيرة حسنة، وبنقدم أعمال حسنة، أعمال دافعها كل المحبة. هلأ ما عم نحكي إنه غير المؤمن ما بيعمل أعمال حسنة، طبعا كلنا مصنوعين في صورة الله، وعدنا الضمير وعدنا التمييز، المقدر على التمييز موجودة، بس أعمال غير المؤمن الحسنة مش الدافع نفسه لتمجيد الله، وهذا اللي بالنهاية هذا اللي بيعد، يعني هذا اللي بينحسب بالنهاية، هذا اللي له قيمة ومردود أبدي. عندما نعمل الأعمال الحسنة اللي الله عم يعملنا فيها لتمجيد الله، الله بده يعمل أعماله الحسنة فينا ومن خلالنا حتى هو يتمجد، حتى يجذب الآخرين إليه. فالأعمال الحسنة اللي هي لتمجيد الله، غير الأعمال الحسنة اللي هي يمكن بدها تمجد الإنسان نفسه، بده يظهر هذا الإنسان إنه أحسن من غيره، بده يفيد بعض الجماعات هنا في الأرض إلى آخره، هذا مش لتمجيد الله، مع أنه موجود وبنرحب فيه ومطلوب يعني أكيد، ولكن الحقيقة هو المؤمن اللي بيقدر يمجد الله بأعماله الحسنة اللي دافعها المحبة وتمجيد الله ومحبة الله نفسه، وعم بيظهر أعمال رحمة وأعمال توزيع وافتقاد الآخرين والصلاة من أجل الآخرين. كل هاي الأمور المؤمن لازم يعملها، وبيعملها
بقوة الروح القدس، بقوة الله. وهيك بصير بنعلن هويتنا الجديدة الدائمية والوقتية في هذا العالم، وهيك بنكون عم بنقلد مين؟ المسيح اللي عاش على الأرض، مع أنه هي أرضه وخليقته، كأنه ما إله مكان، ما إله بيت، ما إله حيث يسند رأسه، واللي عاش على الأرض كأنه غريب، كأنه لاجئ، كأنه نزيل وغريب، مش هيك؟ وهو من ناحية أكيد هيك، لأنه هو من السماء أكيد، ولكن هذه أرضه وهذه اللي هو خلقها، ولكن عاش بين البشر اللي هو خلقهم كأنه غريب، وبالنهاية قدم نفسه من أجل الإنسان، وبيضعونا إلى هذه الهوية وإلى هذا النوع من الحياة. شكرا إليك يا رب، تدعونا إليك، تخلصنا، تتوبنا، تفتح قلوبنا، تبكتنا بروحك القدوس، وهكذا نأتي إليك، تعطينا هذه الهوية العظيمة الجديدة. احنا شعب اقتناء، احنا أمة مقدسة، كهنوت ملوكي يا رب، احنا سفراء عنك، احنا لازم نخبر عن فضائلك في هذا العالم، احنا لازم نسلك السلوك الحسن ونعمل الأعمال الحسنة اللي أنت وضعتها، مثل ما بتقلنا في أفسس 2:10 إنه إحنا اللي مخلوقين في المسيح يسوع لكي نسلك في الأعمال الحسنة التي سبق فحددتها لنا لكي نسلك فيها، وضعتها لنا لكي نسلك فيها. فكل الفضل إلك يا رب، إحنا عم نخبر عن فضائلك أنت مش عن فضائلنا نحن. ساعدنا يا رب، ساعدنا ونعيش هون كنزلاء وغرباء، مش هيدا مطافنا الأخير، ما نتعلق بالأمور هنا، ما نمشي وراء هذا أو ذاك، إحنا ماشيين وراك يا رب، ما لنا انتماءات سياسية أو جغرافية أو عرقية أو كل هذا، يعني هذه كلها ما بتجي وبتاخذ مكان انتمائنا الحقيقي. وبنعيش أيضا لأجل هذا العالم، لأجل الناس حوالينا، لأجل سلامتهم وسلامهم، وبدنا إياهم يختبروا الرحمة والغفران يا رب. إحنا هذه دعوتنا، وهذه هويتنا، وهذا أنت، فضائلك عظيمة، إله الخلاص، إله الرجاء، إله النعمة والمحبة والرحمة، وكل المجد إليك أيها الآب والابن والروح القدس، إلهنا الواحد.